تامر حسني يعلن تصالحه مع زوجته بسمة بوسيل برسالة حب وعتاب: ما يرجينيش زعلك، انت حبيبتي وام ولادي. ورد فعل غريب من بسمة. وجه النجم تامر حسني رسالة عتاب لزوجته المغربية بسمة بوسيل بعد الأخبار عن انفصالهما، حيث كتب عبر حسابه بموقع انستجرام: بسمة حبيبتي، للأسف انت مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا، عشان كان تعليق كلامهم فارغ. نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور، ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني عليها وحبتيني بيها، ازاي وصلوكي للزعل والبعد فترة. المهم انا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك، انت حبيبتي وام ولادي، انا ظهرك وسندك مهما حصل. بس اللي عايز اقوله، لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير. وتابع: ليه لما اي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا؟ طب حتى يكلمه الاول، ايه علاقة الناس بعلاقة شخصية بين اتنين ممكن تتحل في التليفون او في زيارة رحيمة ما بينهم، وياريتها مشكلة اصلا. ربنا جعل ما بيننا مودة ورحمة، عشان كده للأسف انش عرفتي ان في ناس طبيعتهم حب خراب البيوت، ومش هنخلص منهم. بس انش اللي هتصلحي من فكرة انك تسمعيهم. واضاف تامر حسني: ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعونا ودعوا لولادنا، وفعلا انا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا، وانا واثق انك دلوقتي زعلانة انك كتبتي كده، هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك، مش عيب ان الانسان يغلط ويتعلم، وانا ياما علمتك ولسه هعلمك. كان نفسي الكلام ده يكون بينا، لكن انتي اشركتي الجمهور الكريم، فكان لازم ارد هنا. وبيننا حب عالي وحياة كريمة، وولادنا وبيتنا اغلى ما فيها، ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يا رب. متهورة بس بحبك. وفي اول رد فعل على رسالة تامر حسني، تجاهلت المغربية بسمة بوسيل حديث، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام مقاطع فيديو للطبيعة دون اي تعليق، وذلك بعد دقائق من رسالة تامر حسني لها. لكن بعد ذلك وجهت الفنانة بسمة بوسيل رسالة الى الفنان تامر حسني عبر حسابها الرسمي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وذلك بعدما بعث لها رسالة عبر انستجرام كشف فيها تفاصيل الخلافات بينهما، وقال لها انه يحبها رغم انها متهورة. وعبر قصيدة ستوري حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، قالت بسمة بوسيل: ايوة متهورة علشان بحبك. وبذلك يسدل الستارة على الخلافات التي لحقت بالثنائي خلال الايام الماضية. واحتوت رسالة تامر حسني على شرح وافي لجوانب الخلاف بينهما، كشف فيها أسباب الخلافات بينهما، وأخبرها أنه يحبها رغم تهورها، وذلك بعدما أعلنت بسمة يوم الجمعة الانفصال عنهم. وبعد الصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل، تعالوا نقسم موضوع تامر حسني على شقين. الشق الأول، قولولي إيه رأيكم في تصرف تامر حسني وتصريحه اللي قاله عن المشكلة. الشق الثاني، ردا على ناس قالوا ان تامر حسني وبسمة بوسيل عاملين فيلم علشان الترند ودعاية وكلام من ده. قبل فترة مش بعيدة، احمد السقا طلع على التلفزيون وعاتب تامر حسني على مشهده في فيلمه معاه. هل احمد السقا كان يبحث عن ترند؟ هل السقا محتاج ترند؟ وطبعا السقا اعتذر، لان تامر قال له كان المفروض الكلام ده يكون بينا ومش على التلفزيون. بسمة بوسيل اعطت اذنها لبعض الناس اللي اثرت فيها وخلتها تتعصب وتنشر الستوري الشهير، والان ده حصل والموضوع بقى على الملأ، اكبر تامر يرد بنفس الطريقة. في ناس بتحب خراب البيوت، وفي ناس فرحت وكلكم شاهدين عليهم، وفي ناس كمان طلبتهم بالصلح وانهم يرجعوا لبعض. عن نفسي بشوف تامر حسني انسان محترم وخلوق، وقد يكون غلط، لكن مفيش حد معصوم من الخطأ، وممكن يكون سوء تفاهم. الموضوع شبه انتهى وخلاص من ليلة امس، ورسالة تامر النهاردة فقط علشان يوضح الصورة للجمهور بعد ما اصبح ملزم بها. الشيء اللي مش فاهماه، ليه الناس بتكلم تامر بطريقة غير مباشرة مش وجها لوجه؟
هل كلموه فعلا واخد الموضوع بهزار او بدون جدية خلاهم يجبروا على تجربة طريقة اخرى تضغط عليه؟ ده الشيء الوحيد اللي انا مش لاقيه له. المهم منتظرة تعليقاتكم علشان الموضوع ده. ناس كتير قالت ان تامر حسني عامل شو وعامل فيلم علشان خاطر ألبومه الجديد لما ينزل، وان هو متعود على كده. فياريت اشوف تعليقاتكم.